السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. أوامر مباشرة بتغيير نوع النشاطات الأمريكية في العراق وسوريا. مافيات الدولار تدير السوق العراقية بجروب واتساب ومطالبات بتدخل حكومي. العراق يستعين بجدار كونكريتي لمواجهة 3 تحديات على حدوده. في ظل غياب قانون العنف الأسري في العراق، ما هي حقوق النسوة المعنفات؟ السفارة الأمريكية قلقة من دعوة الصدر، لقاءات سرية مع نخب سياسية، خشية الأحراج. السليمانية تدعم المعارضة التركية، وأربيل تتبنى الإيرانية. البارتي يفسر أسباب ازدواجية التعامل. الوجود الأمريكي في العراق. السوداني محرج من حرب المسيرات، وبغداد ليس بمقدورها التنصل. الحشد الشعبي يدخل حالة الإنذار القصوى، ما حقيقة هذا الإدعاء؟ الإطاحة بشبكة لترويج وتعاطي المخدرات في الأنبار، كشفت حصيلة جديدة لأسراها. إسرائيل نخوض معارك ضارية في غزة. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف مصدر أمني مطلع اليوم الخميس 22/2/2023 عن صدور أوامر مباشرة حول نشاط الجنود الأمريكيين في معسكرات العراق وسوريا. وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إنه وفق الوضع العام لطبيعة الأوضاع حول القواعد والمعسكرات التي تنتشر بها القوات الأمريكية في العراق وسوريا، صدرت أوامر مباشرة من قبل واشنطن بتحديد غير مسبوق لأنشطة جنودها المعتادة خارج ثكناتهم من خلال منع أي نشاط والتعامل مع الوضع بأنه في حالة حرب على مدار الساعة. وأضاف أن كل الأنشطة المعتادة خارج المعسكرات، سواء لقاءات أو استقبال ضيوف أو اجتماعات، تم إلغاؤها مع تحديد خطوط النقل الجوي بين القواعد تحسبا لأي هجمات بأسلحة أرض جو، خاصة وأن التوترات في المنطقة في تصاعد مستمر بسبب تداعيات الأحداث في غزة. وأشار إلى أن القوات الأمريكية لجأت إلى حلفائها في سوريا في إسناد تأمين خطوط الدعم اللوجستي تحسبا لأي محاولات استهداف مباشرة لقوافلها على الطرق الخارجية. كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال جوجر عن قيام مجموعة من المافيات والمتنفذين بالتحكم بسعر صرف الدولار من خلال جروب واتساب. وأشار جوجر في لقاء متلفز تابعته بغداد اليوم إلى وجود جروب على الواتساب يديره مجموعة متنفذين أو مافيات يتحكمون بسعر صرف الدولار في السوق الموازي، داعيا الأجهزة الأمنية من المخابرات والأمن الوطني إلى التدخل ومتابعة الأمر. وأكد عضو اللجنة المالية النيابية إن الشخصيات العاملة بالبورصة أشاروا إلى هذا الجروب وطالبوا بإيصال الموضوع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة. وفي 28/1 الماضي وجه الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي انتقادات إلى رابطة المصارف العراقية بشأن عدم اتخاذها أي موقف مما تعمل عليه بعض المصارف الأهلية من الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الخميس 22/2/2023 عن اعتماد العراق استراتيجية الجدار الكونكريتي لمواجهة 3 تحديات على حدوده مع سوريا وإيران وتركيا. ويقول عضو اللجنة النيابية حسين العامري في حديث لبغداد اليوم إن تأمين الحدود مع دول الجوار وخاصة سوريا إيران تركيا باتت من أولويات الأمن القومي للبلاد في ضوء التحديات الراهنة التي تتطلب إجراءات فعالة على الأرض لتفادي أي توترات، مع وجود مؤثرات ميدانية يجب التعامل معه بشكل مبكر. وأشار إلى أن العراق اعتمد بالأساس على استراتيجية الجدار الكونكريتي ضمن مساعي عوامل تعزيز وتأمين الحدود، مبينا أنه تم تجهيز قوات الحدود بمعمل متخصص لإنشاء الحواجز التي يجب استغلالها وفق خارطة في سد الفراغات، خاصة في المناطق المعقدة جغرافيا على الحدود السورية،
ثم يجري نقل ذات التجربة إلى الحدود التركية والإيرانية. نسوة العراق بانتظار تمرير قانون العنف الأسري من قبل السلطات التشريعية في البلاد لإنصافهن في ارتفاع عدد المعنفات، فيما يرى مختصون إن الحل الوحيد لردح هذه الظاهرة هو إقرار القانون، في حين تتساءل النساء عن حقوقهن في إطار القانون العراقي. بغداد اليوم تنقل التساؤل إلى الخبير القانوني علي التميمي ليوضح للمرأة حقوقها القانونية. ويوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي اليوم الخميس 22/2/2023 عقوبة تعنيف المرأة من قبل الزوج أو الأب أو الأخ وفق القانون. ويقول التميمي لبغداد اليوم إنه بحسب القانون العراقي النافذ فإن تعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الأب أو الأخ تكون عقوبته من سنة إلى 3 أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة، فهذا يعتمد على تفاصيل القضية. وأشار إلى أن أي تعنيف ضد المرأة من أي شخص قريب عليها وحدث خلال عاهة مستديمة لها فهناك العقوبة تصل إلى 15 سنة، مؤكدا أن أي امرأة تتعرض للتعنيف يحق لها اللجوء إلى الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية لتقديم شكوى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من شكاوى التعنيف ضد المرأة في المحاكم العراقية. كشف مصدر مطلع اليوم 4/21/2023 عن لقاءات سرية مكثفة بين السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي وعدد من القادة السياسيين نتيجة قلق أمريكي من دعوات غلق السفارة. وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إن رغم المواقف المتباينة للقوى السياسية حيال الأحداث في قطاع غزة ووجود فصائل مسلحة عراقية، أعلنت بشكل علني بدء استهداف المعسكرات التي تنتشر بها قوات أمريكية، لكن الجانب الأمريكي لم يتوقع أن تصدر دعوات معلنة لإغلاق السفارة الأمريكية، خاصة من شخصيات مؤثرة في المشهد العراقي، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري. وأضاف أن السفيرة الأمريكية بدأت عقب بيان مقتدى الصدر جولة لقاءات مع نخب سياسية عراقية، ولكن بشكل غير معلن، في مسعى لتوجيه 3 رسائل مهمة أبرزها تداعيات إغلاق السفارة، خاصة وأن هناك اتفاقيات وتعاون بين واشنطن وبغداد في ملفات عدة ومنها التسليح والأمن، لافتا إلى أن السفيرة قد تلتقي السودان نهاية الأسبوع الجاري لمعرفة رأي حكومته حيال ما طرح. أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام اليوم 4/21/2023 أن حزبه يؤيد جميع الحركات التحررية الكردية في دول المنطقة والعالم، نافيا الانحياز للمعارضة الكردية الإيرانية والسورية على العكس من الأحزاب الكردية التركية متمثلة بحزب العمال الكردستاني. وقال سلام في حديث لبغداد اليوم إنه غير صحيح بأن الحزب الديمقراطي يدعم الأحزاب الكردية السورية والإيرانية ويعارض وجود الأحزاب الكردية التركية، بل للعكس ندعم الجميع. وأضاف أن الفرق الوحيد هو أننا نرفض جعل إقليم كردستان ساحة للتصفيات السياسية وأرضا لنقل صراعات الأحزاب الكردية من أي دولة كانت على أرض الإقليم. وأوضح أنه نحن ندعم الأحزاب التي تتخذ النشاط السياسي والسلمي في الحصول على حقوقها، وهذا ما كنا نفعله أيام المعارضة عندما كنا لاجئين في الدول الأخرى، فلم نوقع أي دولة بالحرج. وبالتالي على جميع الأحزاب التي تتواجد داخل الإقليم أن تبقي على نشاطها السياسي السلمي فقط. وبين أنه سبب خلافنا مع الأحزاب الكردية التركية وبالتحديد حزب العمال الكردستاني هو إصرارهم على جعل الإقليم أرضا لمعركتهم مع السلطة التركية. يرتبط العراق والولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية أمنية أو ما يطلق عليها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي تحدد بموجب فقراتها أوجه التعاون العسكري والأمني بين بغداد وواشنطن. ورغم الاتفاقية التي تتهم واشنطن بعدم الإيفاء والالتزام بفقراتها،
تشهد القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية أو ما يطلق عليهم المستشارون بعد الانتهاء من دحر داعش استهدافات متكررة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة. ووفقا لمراقبين، فإن تزايد استهداف الوجود الأمريكي في العراق يعرض الحكومة إلى حرج باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية الوجود الأمريكي، الذي جاء أثر موافقات رسمية عراقية حسب تصريحات المسؤولين العراقيين. أصدرت هيئة الحشد الشعبي يوم الخميس 2/2/2023 تنويها حول إنباء إعلان حالة الإنذار القصوى من قبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، وذكر بيان للهيئة تلقته بغداد اليوم إن البيان المتداول مزور وسنصدر تكذيب له ولأي موقف يصدر باسم الهيئة، مؤكدة إن الحشد خاضع للقائد العام للقوات المسلحة وللعمليات المشتركة وليس من صلاحياته اتخاذ أي موقف أو تصريح خاص. وكانت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي قد تناقل الصباح اليوم أنباء عن توجيه رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي برفع حالة الإنذار القصوى استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة. وأشارت المواقع الإخبارية إلى بيان لإعلام الحشد جاء فيه إن الهيئة عقدت اجتماعا موسعا برئاسة رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومدراء الصنوف الساندة في الهيئة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس 2/2/2023 الإطاحة بشبكة لترويج وتعاطي المواد المخدرة في محافظة الأنبار. وذكرت الهيئة في بيان ورد لبغداد اليوم إنه تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في الأنبار التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، وبعد رصد حثيث ومتابعة دقيقة من اعتقال الشبكة المكونة من 6 عناصر تقوم بالترويج وتعاطي المواد المخدرة. وأضافت إنه تم ضبطهم بالجرم المشهود بالاشتراك مع مكافحة مخدرات الفلوجة، مبينة إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا الجزاء العادل. أكد الناطق العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس 2/2/2023 إن جيشه مستعد للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهه. وقال درعي إن الجيش الإسرائيلي يخوض معارك ضارية في قطاع غزة، مؤكدا مستعدون للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال. وأضاف إن عدد المختطفين ارتفع في غزة 242 جنديا، وتابع إن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 332. ودخلت الحرب يومها 27 منذ بدأ عملية طوفان الأقصى، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي 8,000 شهيد و 21,000 جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1,400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت حماس أكثر من 240 إسرائيليا.